دستور للسيد حميد بن علي الحجري بتعليق وصوت زميلي عبد الرحمن أحمد أمين. وشوط المهجنات ذهب مع رمانه أيضا للسيد أحمد بن عبد الله المسند بقيادة المضمر علي بن حمد بن مجارح المري بصوت زميلي سفاح الشمري. وهو شوط الجعدان اللي جاي المحليات الأصايل يعتبر الشوط الأول، وفي الترتيب هو الشوط الثالث. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط الصيرمي، الصيرمي على مقدمة هذا الشوط للسيد السهيل بن عبيد بن يميع، على مقدمة هذا الشوط حشيم في المركز الثاني للسيد سعيد بن محسن بن فلاح الهاجري، وفي المركز الثالث ما يخاف للسيد خالد بن سليم الوهيبي، وفي المركز الرابع نشوف شاهين في المركز الرابع للسيد محمد بن سعيد بن محمد الخيارين، وفي المركز الخامس مشكور للسيد مبارك بن سعيد بن سيف الاجتبي، وفي المركز السادس سراب للسيد سيف بن يمعى بن خميس الغويص، وفي المركز السابع الشكيلي للسيد علي بن محمد بن يابر بن عبد الله، وفي المركز الثامن ارى اللي في المركز الثامن سراب للسيد علي بن سيف بن حمد الدرعي، وفي المركز التاسع عالي للسيد محمد بن يابر بن هياي المنصوري، وفي المركز العاشر مشاغب للسيد سعيد بن طارش بن قنون الفلاسي. هذه النتيجه، هذا اول لدى للمراكز العشر الاوائل. ونرجع واياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط إلى حشيم، وهو في مكان الحشمة على مدرج رقم واحد ومسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات للسيد سعيد بن محسن بن فلاح الزايد الهاجري على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني الصيرمي، للسيد سهيل بن عبيد بن يميع على المركز الثاني، وفي المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن سعيد بن محمد الخيارين بقيادة المضمر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني بشعار الخيارين على ظهر شاهين. ننتقل إلى المركز الرابع، وفي المركز الرابع ما يخاف للسيد خالد بن سليم الوهيبي، لكن ينخطف المركز الرابع في هذه اللحظات. مشكور غادم بقوة، يبقى الشكر من مالكه ومضمره ومدربه، يتسلل ويتجول من مركز إلى مركز، لكن ينخطف المركز الرابع. سراب بدأ يتسرب في عمق الميدان إلى المركز الرابع للسيد علي بن سيف بن حمد الدرعي، غادم من القوع للمشاركة هنا على أرضية ميدان المرموم. ننتقل إلى المركز الخامس، عالي في المركز الخامس للسيد محمد بن يابر بن هياي المنصوري، وفي المركز السادس مشكور للسيد مبارك بن سعيد بن سيف الاجتبي. المركز السابع سراب للسيد سيف بن يمعى بن خميس الغويص، وفي المركز الثامن الشكيلي للسيد علي بن محمد بن يابر بن عبد الله. المركز التاسع ما يخاف للسيد خالد بن سليم الوهيبي، وفي المركز العاشر الشهم للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. يذكرنا بالشهم صاحب البنادق، صاحب الانجازات العديدة بنفس هذا الشعار، شعار صاحب المضمرين. ايضا ياتينا هنا بشهم جديد في سن اللقاية، ها هو الشهم للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، وصل وخطف المركز العاشر الى التاسع الى الثامن الى السابع في هذه اللحظات. نرجع الى المقدمة، هذا الشوط. سراب يتسرب في مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن سيف بن حمد الدرعي على مقدمة هذا الشوط. 1200 ما تبقى عن خط النهاية بقيادة سراب. يا سلام، المركز الثاني عالي، صاحب المكان العالي، صاحب الأداء المتميز،
عالي من سلالة عالي بعير سمو الشيخ ذياب الزي بن محمد آل نهيان يفرض نفسه على أرضية هذا الميدان. هذه السلالة السلالة الشاهينية تفرض نفسه في كل مكان وفي كل زمان. عالي 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 يطير يطير ويحلق على أجواء ميدان المرموم إلى هالي الوذبة. ها هو الآن على مدرج رقم واحد للسيد محمد بن يابر بن هياي المنصوري. لكن هنا القدوم غيوذ 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 يذكرني يذكرني بطير سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ووصل ووصل الشهم الشهم رافع راية التهديد بشعار صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان.